تمام. هنا بيقول لنا car of mass 500 kilograms is moving at a constant speed of 20 meters per second up a straight road inclined at angle theta to the horizontal where sine theta equals 1 over 20. بيقول لنا the resistance to motion from non-gravitational forces is modeled as a constant force of magnitude 150 newtons. تمام. نرسم بقى الكلام ده. احنا عندنا في car الماس بتاعها نزل لتحت كده ب 500 جي، وبعدين الانجل ديت بسيتا، فاحنا نقدر نعرف ان الانجل دي كده برضو بسيتا. وقال لنا ايه برضو؟ قال لنا اللي هي moving كده وسبيد 20 meters per second، وقال لنا ان اللي فيه resisting force to motion 150. تمام. احنا طبعا عارفين ان اللي فيه رياكشن فوق وان فيه درايفنج فورس كده عشان الموتور بتاع الكار، فاحنا ممكن ناخد ال 500 جي دي ونريزولف هتبقى كده 500 جي كوزاين سيتا، وهنا هتبقى 500 جي ساين سيتا. في بارت ايه بيقول لنا ايه؟ عايز the rate of working of the engine of the car. rate of work يعني work over time اللي هو power، واحنا عارفين اللي هو power equals force في velocity. الفورس بتاع الدرايفنج بكام؟ مش معانا، بس نقدر نجيبه بleft equals right. left equals right هيبقى عندنا ان 150 plus 500 جي في ساين سيتا اللي هي 1 over 20 equals driving force اللي هو هيطلع ب 395. فالباور اللي هو عايزه هيبقى الفورس اللي هو 395 في الفلوستي اللي هي 20، ده هيطلع بكام؟ هيطلع ب 7900 واتس. بعد كده بيقول لنا when the car is traveling up the road at 20 meters per second the engine is switched off. The car then comes to instantaneous rest without braking having moving a distance d meters up the road from the point where the engine was turned off. The resistance to motion of the non-gravitational forces is again modeled as a constant force of magnitude 150 newtons. عايز value of D. تمام. هو قال لنا اللي بعد شوية الدرايفنج فورس تتشال خالص، وقال لنا اللي هي هتمشي distance D لغاية لما come to rest. فإحنا نقدر نعمل ايه؟ نقدر نستخدم الورك انرجي برينسيبل زي ما هو قال لنا. هو قال لك يوز ذا ورك انرجي برينسيبل، فانت ما ينفعش تعمل حاجه تانية. فعندنا كايناتيك انرجي 1 بلس بوتنشال انرجي 1 بلس ورك درايفنج ماينس ورك ريزيستنج ايكوالز كايناتيك انرجي 2 بلس بوتنشال انرجي. تمام. الكيناتيك انرجي في الاول هو كان ماشي بسبيد 20، فهي هاف في الماس اللي هو ب 500 في 20 سكويرد. تمام. هو في ناخد احنا بقى ان البوينت ديت هي بوتنشال انرجي عندها كان بزيرو، فهنا بلس زيرو. الورك درايفنج عندنا بكام؟ مفيش اصلا درايفنج فورس، فالورك درايفنج برضو بزيرو. طب الورك ريزيستنج بكام؟ قلنا الورك فورس في ديستنس، الفورس ريزيستنج ب 150 في الديستنس اللي هي دي ايكوالز كايناتيك انرجي افتر بكام؟ هو قال لك هي كام تو ريست فبزيرو بلس بوتنشال انرجي افتر ام جي اتش الماس ب 500 والجي زي ما احنا عارفينها ب 9.8. عايزين نعرف الاتش بكام بقى. هو هيمشي كده distance D بس potential energy عليت كده distance H، فاحنا ممكن نجيب H in terms of D.
فاحنا عندنا تريانجل كده، وان ده بسيتا وان ده بدي، عايزين نعرف ده اللي هو الاتش. فاحنا عارفين ان ساين سيتا equals the opposite اللي هو h over the hypotenuse اللي هو d. فممكن نقول ان h equals d sine theta. فعندنا هنا plus 500 g في d sine theta. تمام، half في 500 في 20 squared ب 100,000، وزيرو وزيرو زي ما هما، minus 150 دي equals 500 في 9.8 في sin theta اللي هي ب 1 over 20 ب 245 دي. بعد كده ممكن نعمل ايه؟ ممكن نودي ال 150 دي هناك بالبلس، فهيبقى 100,000 equals 395 دي. بعد كده نودي 395 بالديفايدد، فيبقى دي equals 100,000 over 395 اللي هي هتطلع 253.16. بس لازم قلنا نكتبها له مرة two significant figures ومرة three significant figures. two significant figures تبقى 250 و three significant figures تبقى 253. السؤال كده خلص ولا هو عايز حاجة تانية؟ بس كده تمام.